اهلا بحضراتكم من جديد، وهنبدا معاكم اولى فقراتنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، واحد من نجوم يعني اصحاب الاخلاق العاليه جدا والسيره الذاتيه الطيبه، واحد ما فيش اتنين يختلفوا عليه. انتقل طبعا من النادي الاهلي او انتقل الى النادي الاهلي من صفوف فريق نادي كفر الشيخ عام 77، وطبعا كابتن عبد البقال الكشاف الاهلي الشهير اللي تعاقد مع نجوم كتيره جدا، كان سبب في انه يتعاقد مع الكابتن محمد عامر، وكان بقى بصحبه طبعا الفريق مرتجي. هنتكلم معاه في حاجات كتيره جدا، وهنتكلم معاه في ذكريات ورؤيته الفنيه ايضا، كونه واحد من يعني من افضل وانجح المدربين الموجودين في مصر، ونتكلم في مشروع النادي الاهلي في افريقيا، ونتكلم في رايه في مباراه بتروجيت اللي اتلعبت امبارح الاهلي كسب فيها 4-0، اللي مشرفنا ومنورنا معايا في الاستوديو في بيته قناه النادي الاهلي الكابتن محمد عامر. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا عمر. الله حضرتك ايه؟ ربنا يبارك فيك ويكرمك، وانا سعيد ان انا معاك النهارده. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن، لانك انت حبيبي وابن حبيبي. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. وبابا يعني كابتن ربيع ياسين من الناس اللي علامه من علامات كره القدم. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. وليه بصمه في سواء في التدريب او في منتخب مصر، فيعني يعني انا بعتز ان انا معاك النهارده يعني. ربنا يخليك يا كابتن. ما تغيبش عننا بقى كابتن في القناه هنا كابتن، يعني بنتبسط لما معاك تبقى موجود طبعا، وده بيت حضرتك وبنتشرف انك تكون موجود، وعليك واحد من نجوم النادي الاهلي، فده حقك يا كابتن عامر. وان شاء الله كده يعني هنتكلم في حاجات كتير جدا خاصه بالاهلي وخاصه بمشوار حضرتك، ونتكلم على الذكريات الخاصه بيك يا كابتن من اول يوم دخلت في النادي الاهلي ان شاء الله. بص، عايز اقول لك على حاجه، يعني احنا جيلنا خاصه يعني يعني النادي الاهلي ليه فضل علينا كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. واي واحد فينا سواء بقى اللي جه من الاقاليم زينا او اللي كان موجود في النادي الاهلي واستمر في اللعب وخد حظه من الشهرة، فالنادي الاهلي طبعا احنا كلنا يعني النادي الاهلي بندين للنادي الاهلي بالفضل الكبير طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، لان احنا اللي لعب وخد القدر الكبير من الشهرة، واللي استمر بعد كده بعد اللعب في التدريب صح برضه واخد ختم النادي الاهلي صح. ده لعيب النادي الاهلي، ده مدرب النادي الاهلي، فالنادي الاهلي ادانا كتير، فاحنا عمرنا ما هنقصر صح يا كابتن باي شكل من الاشكال، سواء مع قناه النادي الاهلي او مع النادي الاهلي او في الشغل في النادي الاهلي صح. في اي موقع وما بنتشرطش على النادي الاهلي في اي شيء، لان النادي الاهلي ليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا، ولازم نوفي حقه. يعني يا كابتن عامر، كل اي حد بينتمي للنادي الاهلي دايما بيكون ده الكلام اللي بيقوله يا كابتن، يعني سبحان الله في علاقه ما بين اي حد بيكون موجود جوه النادي الاهلي وبين اي حد ثاني، يعني كل الكلام اللي بيتقال واحد، الانتماء، الحب، الشغل مع النادي الاهلي تحت اي موقع او في اي مكان النادي الاهلي بيقول عليه بتلاقي يعني سمعا وطاعه. فاكيد يا كابتن يعني في سبب للحب اللي موجود هو عند اي حد ينتمي للمؤسسه. بص، هو ده الحقيقه، هو ده الحقيقه. يعني انا جيت من في انا من جيل السبعينات طبعا، جيت النادي الاهلي مع كم من الـ من الـ من اللعيبه اللي جت من الاقاليم، مع احمد عبد الباقي، في طارق الشيخ من اسكندريه، من الاولمبي، لعيبه كتير جت من الاقاليم. جوه النادي الاهلي كمان اتعلمنا حاجات كتير، يعني اتعلمنا حاجات كتير، يعني لما يبقى انا جاي من كفر الشيخ، وكان اقصى طموح كفر الشيخ انها تلعب في الدوري الممتاز وتستنى في الدوري الممتاز، لما اجي النادي الاهلي واتعلم ازاي انا يبقى عندي رغبه في الفوز، عندي رغبه ان انا احرز بطولات، الروح القتاليه في الملعب بتتنقل لي بشكل كبير برضو. انا يعني انا عندي استعداد للكلام ده، لكن بتعلم القيم والاخلاق والمبادئ في جوه النادي الاهلي. انت بص لمدربين النادي الاهلي على الساحه هتلاقيهم لهم شخصيه قويه جدا، عندهم قدر من العلم في التدريب، عندهم خبرات كبيره جدا في التدريب، فالنادي الاهلي علمنا حاجات كتير جدا. وعلى ان احنا انا لو كنت لعبت في اي مكان تاني وبطلت تاني يوم ولا حد هيفتكرك، ولا حد هيفتكرك. النادي الاهلي النهارده بيديك يعني سمعه طيبه، نجاح النادي الاهلي كمنظومه ده بينطبع علينا، لان بتوع الزمالك نفسهم
مرتضى منصور اللي هو رئيس نادي الزمالك بيعتز جدا بالنادي الاهلي، يقول لك النادي الاهلي مؤسسه ناجحه. فكل ما يطلع المؤسسه الناجحه دي لما بيطلع منها عمر ربيع ياسين، ولا بيطلع منها محمد عامر، ولا بيطلع منها ربيع ياسين، فيقول لك ده ناجح، ده جاي طالع من مؤسسه اتعلم الاسس، تعلم المبادئ، البذره من الاول يا كابتن كانت صح. بالظبط. حضرتك سنه 77 بقى وانتقال كابتن محمد عامر الى النادي الاهلي من كفر الشيخ، وكالعاده طبعا عم عبد البقال اشهر الكشافين اللي كانوا موجودين، واللي تعاقد مش بس مع الكابتن محمد عامر، ده تعاقد مع اسامي كتيره جدا جدا. لكن اكيد يا كابتن الوقت ده كان ليك بعض الذكريات، وكان بالنسبه لك انتقال او يوم لا يمكن تنساه في حياتك. هي بدايه الانتقال للنادي الاهلي بدا من 75. انا كنت في الدوره المدرسيه الدوليه في اسكندريه، ودي كان المدير الفني بتاعنا كابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه، والمدرب العام كان معانا كابتن ابراهيم الوحش اللي هو اخو كابتن عبد الصالح. وكنت انا اخترت من ضمن 44 لعيب كانوا بيصفوهم ل 22 لعيب هيروحوا الدوره المدرسيه الدوليه، كانت في اسكندريه، كانت مقامه في اسكندريه. كان فيها الصومال واثيوبيا وفيها السعوديه وفيها الكويت، كانت دوره دوليه دوره مدرسيه. ومين كان معايا في الفريق فريق منتخب مصر للمدارس دوت؟ كان معايا مختار، كان معايا محمد صلاح، كان معايا ابراهيم خليفه اللي هو حارس المرمى بتاع الاسماعيلي، كان معانا ثابت البطل، كان معانا كابتن حمدي جمعه، محمود فوزي، محمد سعيد اللي هو ابو جمال حمزه، تمام، كان مجموعه كبيره من النجوم، كلهم نجوم وكلهم لعبوا في الدوري الممتاز بعد كده. بس يا كابتن حضرتك كنت بتلعب، كنت حضرتك النادي اللي بتلعب فيه كان نادي كفر الشيخ. انا كنت في كفر، انا اخترت من الدوره المدرسيه من كفر الشيخ. طيب هل بقى الاسماء اللي حضرتك قلت عليهم كانوا موجودين في اهلي وزمالك في الوقت الحالي، ولا كانوا لسه ما انتقلوش؟ موجودين في اهلي وزمالك. طيب كابتن محمد عامر وهو بقى موجود وسط النجوم دي، كان بقى يعني كان يتخيل ان هو ممكن يبقى في يوم من الايام موجود معاهم في نفس النادي سواء اهلي او زمالك؟ والله هو الطموح كان موجود. تمام، ده اهم حاجه. وانا كان نفسي طبعا، يعني انا كنت في كفر الشيخ، فيعني كنت مميز شويه. طبعا انا ما بقتش محمد عامر لوحدي. صح. اللعيبه اللي كانت معايا في كفر الشيخ كان معايا مجموعه لعيبه جامده جدا، وهم اللي ساعدوني ان انا ابقى كويس. يعني كان معانا كابتن عبد الوهاب مغازي، كابتن سيد يوسف، انا يعني مش عايز انسى حد. فكنت مميز شويه. فلما روحت الدوره المدرسيه، انا في الدوره المدرسيه انا طلعت هداف الدوره. يعني انا لما روحت ضمن 44 لعيب ورحنا اختبارات في النادي الاهلي اسبوع كامل مع كابتن طه، وانا اخترت من ضمن ال 22 وانا من كفر الشيخ. فكابتن طه عرض عليا ان انا اروح النادي الاهلي، فقلت له والله يا ريت، انا نفسي اروح فرقه كبيره وكده، وخاصه النادي الاهلي وانا اهلاوي وكلام من ده. بدا الحاج عبد البقال الله يرحمه يتكلم في الموضوع. فكنا ساعتها نادي كفر الشيخ كان مؤهل انه يصعد للدوري الممتاز، ورفضوا ان انا اروح ان انا انتقل للنادي الاهلي، ورفضوا طلب النادي الاهلي في الاول، لان هناك المسؤولين في نادي كفر الشيخ هنصعد الدوري الممتاز. وفعلا صعدنا ولعبنا سنتين في الدوري الممتاز. السنتين دول كان فرصه اكتر، النادي الاهلي شافني بشكل جيد في الدوري الممتاز. يعني العرض الاول يا كابتن اترفض، وصعدت مع كفر الشيخ للدوري الممتاز. لعبت سنتين مع كفر الشيخ في الدوري الممتاز لحد سنه 77. فكان في لقاء مع النادي الاهلي في الدوري الممتاز في السنتين دول اربع مرات طبعا، لان مرتين هنا ومرتين هناك. فالنادي الاهلي شافني بشكل احسن في الدوري الممتاز، فاتاكد الرؤيه ان هو ده اللعيب اللي احنا بندور عليه. فعرض عليا حاج عبد البقال اللي انا اجي، قلت له يعني شوف بقى، شوف شغلك انت. فجالي مرتين كفر الشيخ الله يرحمه فريق مرتجي، الاستاذ كمال حافظ كان نائب رئيس النادي طبعا، وعم عبد البقال، الثلاثة الله يرحمهم، يعني ربنا يرحمهم رحمه واسعه ان شاء الله. جولي كفر الشيخ وقابلوني، وبعدين خدتهم لاحد اعضاء مجلس الاداره، خدوا منهم ميعاد الاسبوع اللي بعديه عشان يجوا يخلصوا. طبعا قعدوا يتكلموا وتفاوضوا،
وخلصوا على 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 ان انا هيدفع فيها 7500 جنيه. يا كابتن ساعتها المبلغ ده كابتن كان كبير. كان اكبر كنت انا اغلى واحد جيت في الوقت دوت. كان طاهر الشيخ جاب 7000 جنيه، انا جيت بعديها ب 7500. تعرف طبعا في العين هناك يعني برضو الناس عايزه فلوس وده قرار بالنسبه لهم. وده كنز. وكان مفيش لعيب كل يوم يروح 7500 دول كانوا مبلغ كبير. طبعا انا بقول لحضرتك مبلغ كبير جدا. في مقابل كمان ماتش الكفر الشيخ في القاهره اراده لكفر الشيخ، وماتش في كفر الشيخ اراده لكفر الشيخ. فتم الانتقال وجيت بقى النادي الاهلي في موسم 77. بطلت او اعتزلت في موسم 87. لا كابتن 10 سنين احنا في النص بقى كابتن. 10 سنين لعبت 10 سنين في النادي الاهلي. حضرتك رحت النادي الاهلي حضرتك عندك كام سنه كابتن؟ كان عندي 23 سنه. 23 سنه. يعني فرقت معاك في سنتين، كنت هتلعب 21 سنه في النادي الاهلي. أيوة. لكن بقت أيوة. 23 سنه بالظبط. اول يوم ليك في النادي الاهلي يا كابتن مع النجوم، حضرتك انتقلت بقى مع كابتن خطيب، كابتن مختار، كابتن طاهر الشيخ، اسامي كبيره جدا، كابتن اكرامي، كابتن ثابت، يعني ناس تقيله جدا وعمالقه. فاكيد وجود حضرتك وسطيهم واول يوم ده بيبقى يوم فيه رهبه، ويوم بيبقى فيه يعني مستني اليوم ده يجي، ان هو يوم ده يبدا حضرتك في خلال بقى انتقالك وخلاص انتقلت للنادي الاهلي وبتستعد لاول تمرين مع النادي الاهلي. ايوه. رحت بقى كابتن كان مين المدير الفني ورحت قابلت مين في اوضه اللبس؟ مين اول واحد استقبلك واول واحد اتكلم معاك؟ واكيد في قصص كده كابتن او حكايات ما بين السطور ما حدش يعرفها غيرك. هقول لك على حاجه بقى. انا لما راح تاني مره عم عبد البقال عشان يدفع بقى الفلوس وبتاع ويخلص، قعد عندنا في البيت هناك اسبوع كامل. اسبوع. فقال لي انت تمشي من هنا وتروح على كابتن فتحي نصير. كابتن فتحي نصير كان ماسك 19 سنه. 19 سنه كان فيهم مين بقى؟ كان فيهم ربيع ياسين، كان فيهم مجدي عبد الغني، كان فيهم علاء ميهوب، كان فيهم انا برضه عايز افتكر جمال جوده وجمال الجندي. صح. كل دول كانوا في 19 سنه، انا عندي كان عندي 23 سنه. فانا رحت عشان اتمرن، قال لي هتتمرن معاهم لغايه لما نجيب الاستغناء ونجيب اوراقك، وبعد كده هنصعدك هنطلعك فوق مع الفريق الاول. انا عايزك بس اخفيك، ما حدش يعرف انت فين في مصر. وفعلا ما كانش الجرايد كتبت ان محمد عامر اختفى وما حدش يعرف عنه اي حاجه. فكان حتى بعد يعني وانا شغال معاهم وبتمرن مع كابتن فتحي نصير، اللعيبه تقول ايه اللعيب الجامد ده؟ انا طبعا 23 سنه وهم 19 سنه، تحت 19 كانوا في فرق البنيان، في فرق طبعا قوه طبعا وسرعه. فمفكرين ان انا 19 سنه بس بايه القوه اللي هو فيها، وانا كنت عافي يعني. انا كنت وانا صغير حتى كنت قصير، كنت بعمل جامبنج عالي قوي، ويعني كان عندي مميزات كتيره قوي في الوقت دوت. فاكر يا كابتن الهدف ده؟ ده في المصري. طب نعيد الهدف تاني عشان دي كانت مباراه الاهلي والمصري. كابتن مصطفى عبده عمل الكره، ربنا يكرمه ويمسيه بالخير. مصطفى ردت لحضرتك على ال 18 حضرتك هتلعبها بالشمال على طول. حطيتها يعني انا حطيتها بشمالي عكس تحرك عادل عبد المنعم. مين اللي نط عليك ده يا كابتن؟ شوبير. لا وفي حد تاني نط عليك. في سمير فوزي اهوت موجود. يعني لو عيدت تاني ده علاء ميوب عملها مصطفى عبده واتلعبت بالعرض. بالعرض اهيت ده كابتن عادل عبد المنعم. ده عادل عبد المنعم الله يرحمه طبعا، والد الكابتن احمد عادل عبد المنعم. وحضرتك رحت لعبها على طول. هو اتحرك على يمينه وانا حطيتها له على الشمال هناك. من الاجوال الحلوه جدا. طبعا ده بقى كابتن يعني برضه ده في اسكو تقريبا ده بس كابتن. بص يا كابتن الملاعب فارق الملاعب يا كابتن وفارق خالص. بس كابتن التحرك يعني التحرك بقى رحت قاطع من على الفريده كده ورحت لعبت في البعيده يا كابتن. ما هو من الحاجات بقى برضه اللي انا عايز اقولها لك، انا رحت النادي الاهلي ده مختار كابتن مخ هوقفها وهحطها في المصر. ده كانت مباراه تفتكر يا كابتن دي مباراه مين؟ اسكو برضه. حضرتك كنت تخصص اسكو. وده نفس الهدف اللي جه في المصري. ده الزمالك بس نفس الطريقه اللي جبت بيها في المصري برضه. أيوه. بالشمال. أيوه. عكس زاويه الجون اللي واقف فيها دوت. الماتش دوت انا جبت جول في نفسي وعوضته يا كابتن في اول 4 دقائق، وبعد 4 دقائق جبت الجول. شوف الكره دي
الكرة دي في ماتش مباراة افريقية افريقي انا رافعها منين من عند انا عاوز شوف منين من عند الراية حضرتك الخطيب بين السردباكين انا بقول لك شوف الاتقان في الـ في الـ في, الـ في الاوفر ده بشمالي انا ما كنتش اشول خلي بالك بس انا بلعب بشمالي ويمين شوف شوف الكرة معمولة للخطيب جول شوف في وسط السردباكين كابتن خطيب طبعا ما بيقيه ما لا لا ما كانش بي كابتن خطيب ما بيجليش لا ما شاء الله يحط رجليه في الحاجة استمتعت يا كابتن باللعب مع كابتن خطيب اللعب ممتع معاه فعلا بص كابتن محمود الخطيب ده موهبة ما جاتش لغاية دلوقتي يعني لو قلت لكابتن محمد عامر مين أفضل لعيب كورة جه في تاريخ مصر هو محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب أيوة. ما تفكرش لا لا خالص خالص مهريا اعلى مهاره شفتها في حياتي في وقت يا كابتن المهاره فيه ما كانتش كتيره يعني كابتن محمود الخطيب كان سابق زمنه وكان سابق عصره احنا برضو مش عايزين نغفل في لعيبه كتيره طبعا في 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 اهلي طيب ايه اللي يميز الكابتن الخطيب بقى وخلاه مميز واحسن لعيب وعنده مهاره يعني ما حدش كان يتفوق على حد كان يتوقع مهارات الكابتن محمود الخطيب ابدا في الملعب ايه اللي خلاه مميز مميز ان هو مهارته ساعدته في ان هو عنده حلول جوه ال 18 في وسط الزحمه بيجيب جول الكره كانت بتيجي على على على, على صدره خلاص خلص الموضوع هي جول ما كانتش بقى تيجي على صدري وتطلع 3 متر قدامي واقعد اجري وراها عشان اجيبها تاني لا ده هي هنا كده فيرست تايم في الجول بس يا كابتن مش يعني يعني انا كابتن لما اجي اشوف اللعيبه المهاجمين انا بلاقي يا اما لعيب قصير يكون عنده مهاره وما عندوش قوه يا اما لعيب طويل عنده قوه وما عندوش مهاره كابتن خطيب عنده الاثنين كابتن خطيب أيوة. طول بعرض بجسم بكنترول بمهاره بتصويب بيلعب يعني يعني بيعرف يعمل كل حاجه كل عنده حاجه عنده حلول بسم الله ما شاء الله الكمال لله وحده بس طبعا كابتن خطيب 99% مش هنقول 100% كامل من كل حاجه انا بقول لك احنا كنا بنحس باطمئنان شديد جدا طول ما هو في الملعب ان احنا هنكسب لدرجه ان احنا كنا مباراتنا اتنقلت النادي المقاولين العرب عشان كان في اصلاحات في في استاد القاهره وكلام من ده اتنقلت حوالي 7-8 مباريات كنا بنكسب في اخر مثلا 5 دقائق اخر دقيقتين والخطيب هو اللي كسبنا فالخطيب يعني موهبه الخطيب انا بقول لحضرتك ان ما جاش زيها ولا هيجي زيها يعني بصراحه حاجه جميله جدا يعني يعني اكيد يا كابتن كان عندك بعض الصداقات او بعض يعني علاقتك كانت طيبه اكيد مع بعض اللعيبه وكان في لعيبه اكيد حضرتك يعني زملتهم لفتره طويله جدا حتى بعد اعتزالك لكره القدم مين اللي نقول عليه اقرب اللعيبه اللي كانوا لكابتن محمد عامر خلال تواجده في النادي الاهلي والله بص انا 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 الشله كده اللي كابتن عامر كان دايما بيحب يقعد معاها لا ما هو الشله ده انا هقول لك على الشله لكن لعبت النادي الاهلي انا لما رحت النادي الاهلي كلهم احتضنوني كلهم يعني كانوا واقفين جنبي عشان على اساس ان انا لاعب لسه جديد وبرضه لسه الاجواء جديده بالنسبه لي لكن حسيت ان انا يعني انا مش غريب على المكان المكان فيه ناس يعني انا متهيألي ان انا بعرفهم من سنين طويله فقربوا المسافات بالنسبه لي كتير جدا كل اللعيبه اغلب اللعيبه لكن طبعا احنا كنا يعني دايما بره كنت انا والخطيب ومختار حمد جمعه كان معانا ربيع على طول برضه ربيع برضه لسه صغير لو جبته بقى هيقول لك دلوقتي في كباب الحله مره كان معايا كابتن مختار فكابتن ربيع يتدخل في مداخله فبقول له المواقف اللي ما انا سمعته قال لك اللبن كان دايما كابتن مختار يجيب لهم اللبن على طول كل يوم بالليل كان بيموت في اللبن حتى اللبن المبستر ما هو ربيع لما تجيبه مع محمد عامر ويجيبه مع مختار يفضحنا بس فضيحه حلوه يعني لا طبعا يا كابتن ده ايام كانت جميله وكان جمال الحين برضه كان معانا قبل ما يروح الزمالك احنا كنا يعني المجموعه دي كنا بخلاف طبعا كل اللعيبه كان علاقتنا بيها ببعض كويسه جدا لكن احنا كنا دايما نعمل معسكر لمباراه مهمه خاصه مباراه الزمالك كنا خطيب كان يقول لي شقتك فاضيه ولا نروح عنده كنا دايما ممكن نروح عنده في كان ساكن هو في العجوزه تمام كان قاعد لوحده كنا بنروح انا وهو واكرامي ومختار واسبوع كامل عاملين معسكر لمباراه الزمالك من غير ما حد يقول لنا
من نفسك النهارده يا احنا بنعمل معسكر وبنخش على الاوض على اللعيبه بنبقى عايز ننيمهم كمان ونشيل موبايلات يعني حته تحمل المسؤوليه عند لعيبه النهارده مش زي زمان. احنا كنا بنلعب الكوره للحب، لحبنا للكوره، لحبنا لموهبتنا، كنا بننميها من نفسينا. ما طبعا كان معانا مدرب عالمي كان اسمه هيديكوتي. استفدت منه يا كابتن كتير؟ كتير كتير، انا استفدت من كل المدربين. مين اكتر مدرب علم مع حضرتك؟ بص انا كلهم استفدت منهم، كلهم خدت منهم الحاجه اللي بحبها. يعني كلها كلها كان مميز في حاجه كابتن عامر اخذها منهم بالظبط. لكن اللي اثر معايا كمان قوي واشتغلت معاه هو طبعا انا كنت لعيب تحت ايده وخدنا معاه بطوله افريقيا كابتن محمود الجوهري، واشتغلت معاه في التدريب 5 سنين. يعني انا يعني بعد ما بطلت اشتغلت في قطاع الناشئين. كابتن محمود السيس الله يرحمه مسكني فرقه 8 سنين، وبعديها السنه اللي بعديها مسكت 14 سنه. كان فيهم بقى سيد غريب وحسن مصطفى والمجموعه دي طبعا. كابتن جوهري طلبني، يعني اشتغلت 2 سنين في قطاع الناشئين، طلبني ابقى اشتغل مساعد معاه في المنتخب القومي. واستفدت منه كابتن كتير. استفدت منه كتير 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 جدا. كابتن محمود الجوهري اسطوره، يعني غير عندي مفاهيم كتيره قوي في التدريب. استفدت بيه يعني، والحمد لله انا اشتغلت في التدريب، انا 25 سنه في التدريب مدير فني، مسكت فرق كتيره قوي كانت بتصارع الهبوط وبفضل الله وفرق صعدتها للدوري الممتاز زي بترول اسيوط، ويعني بفضل الله كان ليه تاثيره عليا كابتن محمود الجوهري الله يرحمه. يعني النادي الاهلي يا كابتن، لو اتكلمنا على بقى النادي الاهلي ومشواره في الدوري العام، مباراه بتروجيت طبعا هنتكلم عليها، وهنتكلم بقى في الايجابيات وايه ايه السلبيات اللي ممكن الاهلي يعني يتلافاها في المواجهات المقبله. كلام كتير جدا هنتكلم طبعا مع حضرتك، لكن تعالوا نروح التقرير الاول ونشوف مباراه بتروجيت ونرجع نكمل مع الكابتن محمد عامر والحديث الشيق، ولكن بعد التقرير. كل الناس اتفرجوا على الماتش كانوا مبسوطين جدا من الاداء، من تحركات اللعيبه، من تغيير الاماكن، محدش ملتزم بمكانه، حاجه يعني كلنا كنا سعداء بالاداء. المدرب ليه تاثير كبير على اداء الفرقه، حاجه جميله جميله. ان شاء الله الاهلي يستمر بالاداء ده، وباذن الله باذن الله باذن الله الاهلي هياخد الدوري علشان يسعد جمهور الاهلي. مباراه ممتازه، في نقله تانية خالص للاهلي، يعني الاهلي ده الاهلي اللي احنا نعرفه من زمان، يعني ليه شكل وتنوع اللعيبه كمان، يعني اللي بره زي اللي جوه، يعني فريق تاني، يعني عندنا فريقين يعتبر دلوقتي. اداء جميل جدا والله، اداء جميل جميل في الشوط الاولاني والتاني، والتغييرات جت في محلها في وقتها، وتغييرات في يعني في الصميم، الناس اللي كانت مصابه رجعت في خلال مثلا الربع ساعه الاخرانيه ديت، كلهم ان هو ينزلهم لسارتي، فده يعني بيحسسهم باداء المباريات والكلام ده. النادي الاهلي كده بيرجع بشكل كويس كما تعودنا عليه قبل كده في المباريات الصعبه وضغط المباريات، والحمد لله ادى بشكل كويس جدا، والجماهير وكل الدنيا مبسوطه منه. ماتش جميل جدا، في فكر جديد، الكوره يعني انا لاول مره بجد السنه دي اشوف الماتش ده، حاجه يعني انا سعيد لان كده دي انذار لكل الفرق دلوقتي، ما يعني ما بقتش قلقان. كل مره بحس ان انا بقى قلقان، خايف من التعادل، انما انا عندي كان قناعه ان احنا هنجيب 2 و3 و4. تحفه وجميل، والاداء حلو قوي قوي قوي، واللعيبه حلوه جدا جدا، ويا رب يا رب يا رب ياخدوا كاس افريقيا عن قريب وبطوله الدوري، ونبقى عالميين السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله. بتفائل خير جدا لان ادوا اداء تحفه. ماتش جميل جدا، اللعيبه كانوا كويسين جدا، لعبوا بروح معنويه مرتفعه،
كله كان تيم واحد وكان فريق واحد وكان ودايما ان شاء الله الاهلي. رجعنا لحضراتكم من جديد ونبدا كلامنا مع الكابتن محمد عامر على مشوار النادي الاهلي في السبتات المقبله. عندنا كل سبت مباراه مهمه جدا. كابتن عامر كان بيقول لي السبت المرعب، كل سبت بيكون مباراه مهمه وحاسمه للنادي الاهلي. وهنتكلم معاه ايضا على مباراه بتروجيت، ونبدا بمباراه بتروجيت. كابتن عامر، كده شفت مباراه الاهلي امبارح؟ الاهلي فاز، مش هو بس هو عشان بس السبت المرعب. انا بقول السبت هو مرعب بالنسبه للناس، لكن هو اللي هينجز، هو اللي هيقرر مصير النادي الاهلي سواء في بطوله افريقيا او في الدوري العام. لان خلي بالك هو في مباراتين للاهلي والزمالك في الاسماعيليه او في مع الاسماعيلي، هيحسموا برضه، لان طبعا المباراتين دول مع الاسماعيلي. حضرتك عارف نادي الزمالك كابتن ما لعبش لسه مع الاسماعيلي ولا مباراه، سواء في الدور الاول ولا في الدور الثاني. النادي الاهلي لعب مباراه واحده على اللي هي بره. تمام. الاهلي هيلعب بره مع الاسماعيلي، بره والزمالك هيلعب بره، لانه ما لعبش المباراتين. صح كده. فاحنا انا بقول ان السبت دوت برضه في مباراه في كلوب هيبقى فيها حسم بالنسبه للنادي الاهلي، لان التعادل او المكسب هيأهلك طبعا. السبت اللي بعديه مباراه شبيبه الثوره، هيبقى يعني هنا في القاهره، هيبقى في القاهره وان شاء الله يبقى سهل. والسبت اللي بعديه الزمالك واحنا والزمالك المنافس الوحيد لينا في على بطوله الدوري. كابتن عامر، عايز حضرتك سؤال. يمكن برضو حضرتك كونك كمدير فني واحد من لاعبي كره القدم المميزين جدا اللي عندهم تاريخ طويل وعندك خبره سواء في افريقيا او في بطوله الدوري، هل يا كابتن عامر حضرتك كمدير فني يكون عندك ضغط لقاءات كل 3 4 ايام ماتش، وفجاه يبقى عندك مباراه بتروجيت بعديها بثلاث اربع ايام ايضا مباراه افريقيه، او خمس ايام بعديها باسبوع عندك مباراه افريقيه، وهتقف لمده 14 يوم تقريبا راحه بسبب ارتباطات منتخب مصر في نهايه مبارياته في تصفيات افريقيا، وايضا في مباراه وديه امام نيجيريا وترجع للزمالك. هل ده امر ايجابي ولا امر سلبي، وازاي الجهاز الفني يتعامل معايا؟ لا لا، سلبي خالص. هو ايجابي لما انت ما يبقى عندك كم من الاصابات وتبقى يعني فتره لالتقاط الانفاس ومعالجه المصابين. لكن النهارده انا بعد مباراه بتروجيت اللي لعبت امبارح، اداء رائع والاداء هيبقى يعني رائع اكتر من كده بعد كده. انا عاوز برضو اخد مساحه في الكلام لمارتن لاسارتي. ده مدرب ممتاز، مدرب من المدربين الكويسين جدا. اولا هو مصر على الاداء السهل، الاداء الجماعي. اولا ما عندوش نجم اوحد، النجم الاوحد هو النادي الاهلي. اي لعيب يخش في المنظومه يبقى بيلعب زي ما اللعيبه بتلعب في الملعب. بيأكد على اللعب الجماعي، اللعب السهل، التحرك السريع بدون كرة، الربط بين الأفراد وبعضيها في كل جنب من الجناب، يعني الربط في مع معلول، مع ناصر، مع أجاي في ناحية الشمال، رابطين مع متابعة من الجنب الآخر. وتلاقي في جول من الاجوال بهذا الشكل، تلاقي الجول بتاع تقريبا كلهم يا كابتن، يعني بنتكلم على الجول الثاني او الثالث او الرابع بتاع ندفد، تلعب من اليمين او تلعب من نص الملعب، من اليمين اللي بدا بيها على فكره لاقصى الشمال. تمام، لاقصى الشمال واللي لعبها له اجاييه. فطبعا هو من المدربين اللي بيصروا على تأكيد فكرهم في الملعب، فكره في الملعب. وإن كان المباريات الخمس ست مباريات اللي فاتوا بنلاحظ إن النادي الأهلي بيلعب لمدة 20 أو 25 دقيقة كما كرة القدم بتقول، وبعد كده بتحس إن اللعيبة عاوزة تمشي على هذا الريتم ال 90 دقيقة، وده صعب في كرة القدم. طبعًا لابد إن يبقى فيه فترة لالتقاط الأنفاس، يعني نستحوذ على الكورة بس من غير ما نروح للجول، من غير ما نعمل أي مخاطرة على المرمى، إن مجرد إن احنا نمسك الكورة وندورها من اليمين للشمال بحيث إن احنا نستحوذ على الكورة بحيث إن احنا نلتقط أنفاسنا. لكن لو المباراة اشتغلت على وتيرة واحدة سريعة
لان هم بيلعبوا الكره السهله السريعه اللي هي لقدام, وفي متابعه من 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 الجناب, وفي متابعه في الجنب الواحد اللعيبه بتتابع بعض, وفي شيء من تحضير اللعب. يعني تحضير اللعب ده بيديك سرعه في الاداء, ان هي وانا جايالي عارف انا هلعبها لمين, وانا جايالي بلاقي واحد طالع اوفر لاب من جنبيه بحطها له, وده اللي بيحصل في الماتش. في الست مباريات اللي فاتوا بقى في يعني الموضوع ده بقى بيزيد شويه شويه, اللعب السهل والوصول للمرمى الخصم بيزيد شويه شويه, زاد قوي في ماتش البتروجيت بتاع امبارح. تلاقي ان احنا في فترات كنا بنستحوذ على الكوره وبنلتقط انفاسنا, هتلاقي الاربع اهداف اللي جم في بتروجيت في الفترات اللي انت بتلتقط فيها انفاسك, وبعد كده بتبدا تشتغل شغلك اللي هو الايه اللي انت بداته من المباراه. طيب كابتن عامر معانا على التليفون واحد من النجوم اللي كانوا موجودين معاك في الجيل الذهبي او العصر الذهبي للنادي الاهلي, وواحد من اللعيبه اللي حضرتك بتعتز جدا بصداقتهم, هو كمان بيعتز بصداقه حضرتك, هو الكابتن مختار المدير الفني للنادي الانتاج الحربي. يا كابتن مختار السلام عليكم. السلام عليكم يا عمر. ازي حضرتك يا كابتن, اخبار حضرتك ايه؟ يا ابني انا مش بعتز بصداقتك, انا بعتز بخويته. طبعا يا كابتن طبعا, يعني كنا لسه بنتكلم يا كابتن على اللبن برضه, نفس القصه اللي حضرتك كنا بنتكلم فيها لما حضرتك كنت موجود قبل كده. ابوه بيجي يخش من داخله بيفضحنا انا وانت يا مختار, هو قاعد يقول لي كباب حله وانت اللبن. اكيد يا كابتن مختار طبعا, كابتن محمد عامر ليك معاه ذكريات اكيد لا يمكن تنساها. اكيد طبعا, محمد ما شاء الله يعني الحمد لله فتره طويله جدا, حتى يعني اول ما رحنا النادي الاهلي رحت لمنتخب مدارس, كان منتخب مدارس دوت قابلت فيه محمد عامر, كان لسه هو ما جاش النادي الاهلي, كان في كفر الشيخ, كفر الشيخ. فابتدت معرفتي من هنا, وطبعا مستمره بقى من هذا التوقيت لهذا التاريخ اللي احنا فيه طبعا دلوقتي, والحمد لله ربنا يديمها كده دايما. امين يا رب. ويعني من افضل الناس اللي انا عشرتهم الله يكرمك يا مختار, الله يكرمك. يعني طب يا كابتن مختار الذكريات برضه لحضرتك, المواقف كده اللي يعني اكيد في مواقف مميزه, مواقف معينه, كان في بعض المواقف الطريفه ما بينكم, بعض الذكريات اللي اكيد يا كابتن مختار حضرتك عارفها بس كابتن عامر مش عايز يقولها, يعني عشان خاطر ايه ما يبقاش ما تكونش فيها كلام كده. بص احنا مش هنوع, انا احكي لك على يعني كل عامل المطبخ, بلاش الذكريات بتاعتنا بتاعت زمان. تمام يا كابتن. في دخول المطبخ بس. طب قول لي يا كابتن. ما شاء الله عامر يعني ايه؟ يعني احسن شيف على مستوى مصر. دي مفاجأة كابتن عامر بالنسبة لنا يا كابتن عامر. بيقول ايه؟ بيقول كابتن عامر, عشان بس كابتن عامر بيقول لحضرتك, كابتن مختار بيقول لحضرتك ان حضرتك احسن شيف ممكن حد يتخيله في المطبخ, حضرتك مالكش حل. كان بيعمل لكم اكل ايه يا كابتن؟ ها؟ كان بيعمل لكم اكل ايه يا كابتن؟ بكل حاجه يعني كل اللي تتخيله وكل اللي انت ممكن تفكر فيه مش محمد بيعمله بس, ده متفوق فيه, حاجه على اعلى مستوى. طب وايه حكايه يعني الكباب الحله يا كابتن مختار؟ لا يا ابني كباب الحله دي حاجه الف دي. محمد بيعمل اصناف واشكال وما شاء الله العمليه عنده من وسع ما شاء الله, يعني محمد ممكن يعمل اكل الفرح تنوع, فحاجة يعني هايلة, ودي طبعا يعني احنا ماشي يا عم مختار ماشي. كان فيها كابتن برضه ذكريات كده في بطولات افريقيا مع الكابتن جوهري, حضرتك والكابتن عامر والكابتن جوهري برضه كده بعض الكواليس كده احنا عرفناها, لكن انا عايز اعرفها من حضرتك, سنة 87 ايه اللي حصل يا كابتن مختار؟ لا انا برضه مش فاكر قوي يا عم. لا 87 هو ما كانش صعب قوي, الكلام تفكيرني من زمان قوي. طب يا كابتن لا بس كابتن عامر طبعا يعني كلامه على حضرتك بقى والكلام في الذكريات, واول واحد كان موجود معاه في منتخب المدارس كابتن مختار, اكيد برضه كابتن عامر ليك ذكريات مع كابتن مختار ما تنساهاش. يا عمر اقول لك حاجه, احنا صعب نفتكر لكن عامر عشان لسه شباب. احنا كابتن ده ابني خلاص. لا بس كابتن عامر يعني طب ذكرياتك ايه مع كابتن مختار يا كابتن عامر, ايه اللي يمكن تنساه؟ بص انا كنت مرتبط جدا انا ومختار ببعض حتى بره الملعب, لدرجه ان هو طبعا هو من شبرا,
وبيته في شبرا وانا مغترب دايما بسكن في شقه مفروشه وكده لاول ما جيت قبل ما اتجوز وكده. فهو طلب مني ان انا يعني شوف ارتباطنا ببعض مخليه حتى يعني مش عايزين نسيب بعض حتى في النوم يعني. فقعد معايا اجرنا شقه مع بعض وقعدنا وكنا بنتجمع فيها عشان نعمل معسكراتنا برضو اللي انا قلت لك عليها قبل كده. فمختار يعني بصراحه كابتن مختار كان برضو ونعم الناس. وبعدين دي حياتنا احنا احنا يعني واحنا بنلعب احنا كنا عايشين مع بعض. محمد عايش معايا وانا عايش معاه يعني. انا كنت في بيت اهلي بقعد مع محمد بروح اسلم على امي الله يرحمها واخواتي وارجع وابقى عايش معاه. هو طبعا يعني كان اساس وكان معانا طبعا مجموعه يعني ما شاء الله. ما كناش بنسيب بعض خالص خالص. كنا عاملين زي دلوقتي يعني. دلوقتي احنا في معسكرات بالنسبه للسلسله او بالنسبه احنا كنا عاملين الكلام ده زمان قبل الكلام دوت ما يحصل على المستوى كل الفرق دلوقتي بتعمله. احنا كنا عاملينه على مستوى يعني معرفتنا مع بعضينا ويعني كنا عايشين على طول يعني. بنخلص التمرين بنروح مع بعض, بنخلص المشاب بنروح مع بعض. احنا ما كناش بنسوق بعض غير بس نروح نتسلم على اهالينا ونرجع. كل امر طبعا دي اللي زودت طبعا المحبه اللي بينا طبعا اللي بينا ودي اللي خلت الدنيا لغايه دلوقتي. احنا الحمد لله طبعا يعني ولغايه دلوقتي احنا ما بنسيبش بعض خصوصا انا وعامل يعني. طب يا كابتن مختار ايه اللي كان متعب في كابتن عامر؟ يعني انا عارف ان دايما العشره بتبين بقى للواحد العيوب والمميزات. اكيد الكابتن عامر كان ممكن كده في شويه حاجات كده كانت ممكن تقول لي يا كابتن عامر بقى يعني ما تضايقنيش بقى. عايز اقول لك حاجه بقى. محمد ممكن يكون يعني دلوقتي يعني ممكن يكون اتغير شويه. زمان محمد ده يعني حاجه غير فطره غير طبيعيه. يمكن دلوقتي يمكن لما عاش في مصر شويه بس يمكن الدنيا اتغالي شويه. لكن اول ما عرفت بيه كان بيستحي من الكلام. بس دلوقتي خلاص هو ما بقاش قليل الادب دلوقتي. طب اما اقول كلمه كده قدامه كلمه كده محمد يوم واخد جنب كده ومستحي يعني عامل زي يعني انا مش عايز بس اقولها يعني. لكن ما شاء الله كان حاجه هايله محمد. طب يا كابتن مختار كان في واجب اللبن برضه اللي حضرتك كنت بتعمله مع ده ده مع ده كان مع ابوك انت. انا مره موجودين يا كابتن عامر فبقول لكابتن ربيع موقف مع كابتن مختار قال لي ما كانش بيصحى يروح الامتحان. كنت بصحيه بالعافيه اقول له الامتحان هيروح علينا. قوم يا كابتن مختار عشان نروح عشان ربنا يكرمنا. لا كابتن مختار طبعا يعني من الشخصيات الجميله جدا. لغايه دلوقتي احنا ما بنسيبش بعض خالص. وحتى احنا بنتجمع يعني كل فتره طويله احنا والمجموعه بتاعتنا انا وهو والخطيب واكرامي ومصطفى عبده يعني بنتجمع بنروح نتعشى في مكان بتاع يعني. لغايه دلوقتي يعني بعيد عن بقى التجمع دوت انا مختار على طول يعني بنسال على بعض على طول. ممكن بنتجمع في مكان في الساحل نقعد لنا يومين ثلاثه مع بعض انا وهو محمد رمضان ويعني ممكن يبقى معانا حمدي جمعه الله يشفيه يعني. فمختار من الناس المحترمه جدا وانا بقول ان هو افضل مني. شفت يا كابتن مختار؟ بص يا كابتن مختار شوف هو والله يعني منك في ايه؟ نحسبه على خير ان شاء الله يعني. ما شاء الله محمد. انا عشت في مصر زمان واتربيت في مصر واتربيت في شغل محمد. بقول لك كانت فتره سليمه. كابتن محمد جميل. كابتن محمد عامر جميل. لم تتلوث. لا كابتن مختار انا اتشرفت بصراحه ان انا كنت موجود مع نجمين سواء حضرتك كنت موجود ومشرفتني ومنورني قبل كده والكابتن محمد عامر. يعني ده شرف ليا وده يعني تاريخ هيكون موجود في يوم من الايام ان انا استضفت كابتن مختار واستضفت الكابتن محمد عامر. وكمان ان حضرتك اتشرفت وكنت موجود معانا في مداخله. فانا يا كابتن بعتز وبتشرف بوجود حضرتك. يعني اخيرا بقى تقول لكابتن محمد عامر ايه؟ والله بقول له يا محمد يعني ان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بشخصيتك دي وبتعاملك الطيب ان شاء الله رب اللي انا شفته واللي انا عشرته فيه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني مأخر لك كل الخير ان شاء الله. الله يكرمك. اللي هو اتمناه ان هو يعني اللي انت تشوفه في اللي جاي باذن الله رب العالمين. وانا احسب محمد على خير كبير وان شاء الله اللي جاي بالنسبه له في الدنيا وفي الاخره ان شاء
الله هيلاقي خير كبير جدا 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 للي هو لشخصيته والعمل اللي هو بيشتغله. الله يكرمك. وده نحسبه على محمد عامل بهكذا. النجم الكبير المدرب الكبير جدا الكابتن مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي. يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا ومداخله يعني دمها كان خفيف وواحد يعني مختار. من النجوم في الاخلاق وفي الملعب وفي التدريب كابتن مختار مختار. كابتن عامر طبعا مختار ربنا يكرمه يا رب ويعني من المدربين العظام جدا اللي هو بيعمل لعيبه وليه تاثيره في كل فرقه مسكها وتعبني انا لما بيتغلب ولا بتعادل وبقى شايف المباراه انها في متناوله انا بتضايق جدا عشانه يعني على حضرتك كابتن بتدرب فرقتين بتدرب الفريق كابتن مختار بيدربه وبتدرب الفريق اللي حضرتك بتدربه انا عارف كل واحد خاصه مختار يعني وكل واحد بيهمنا حتى ابوك لما بيبقى ماسك تدريبه كده طبعا بتمنى له ان هو عشره عمر بتمنى له الخير وبتمنى له ان هو يبقى احسن ناس وينجح في مهمته فمختار يعني قريب جدا مني وعلى طول انا متابع ماتشاته حتى اولادي بيبقوا متابعينه على اساس ان انا متابعه قوي ف يعني ربنا يكرمه في اللي جاي لان انا يعني هو تعب وعمل فرقه كويسه وانا عاوزه يا ريت يا رب كده ربنا يوفقه يبقى من ضمن في المربع الذهبي ان شاء الله في ان شاء الله. كابتن مباراة بتروجيت يعني لو نقدر نتكلم سريعا في النقاط الإيجابية اللي كابتن عامر شافها قبل مباراة فيتا كلوب والانتقال إلى الملف الأفريقي، شايف مباراة بتروجيت النادي الأهلي إزاي لصاتي أدارها وإزاي النادي الأهلي خرج بالنقاط الإيجابية اللي هو محتاجها قبل سفره إلى كونغو؟ أولا نمرة واحد هو ما بيعتمدش على نجمه في حد ذاته. تمام. هو بيعمل عملية التدوير دي برضه الروتيشن دوت بشكل جيد وهو يعني المجموعة اللي بيخوض بيها المباريات كلها على فكر واحد يعني اللي بينزل عارف هو هيعمل ايه يعني انا شايف مثلا في الماتش اللي فات في ناصر ماهر تحت راس الحربة يعني بيعتبر نص ملعب ديفندر لكن هو من مهاجم بيزيد ندفد وكان معاه حمدي فتحي في الاول وبعدين لما خرج نزل هشام محمد الاثنين ديفندر مفيش مركزيه في الشغل يعني مديهم حريه لكن بيكون حرية لكن في توظيف لكن في ربط بين 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 الخطوط وبعضيها يعني ندفد لما بيطلع يهاجم ندفد خلي بالك انا لما صعدته وانا في قطاع ناشئين هو ورمضان صبحي انا قلت لسيد ابو حفيظ قلت له ندفد دوت لعيب عالمي هو لو 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 طلع كمان يلعب في الحته اللي هي تحت الروس حربه ده فظيع عنده سبحان الله كابتن لعيب في بدايه الموسم او الموسم الماضي كان في انتقاد كبير جدا لكريم ندفد وكان الوسائل التواصل الاجتماعي جمهور النادي الاهلي ما كانش عاجبه اداء كريم ندفد سبحان الله انا لو في سيد عبد الحفيظ تجيبه على التليفون هو طبعا سافر لو جبته على التليفون قول له محمد عامر قال لك ايه على 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 ندفد طب حضرتك شايف يا كابتن ان هو تم توظيفه بشكل خاطئ الموسم الماضي ومستر الاسعدي لما جه بدا ان هو يوظفه بشكل جيد خلاه يظهر بالمستوى اللي احنا شايفينه ده امكاني اعلى من كده اولا عنده حلول وهو امكانياته اعلى من هو يبقى باك رايت ده انت بتلعبه باك رايت او نص ملعب نص ملعب ممكن نقول الاسعدي يعني يعني وسع له او عمل له عمق يشتغل فيه احسن لكن برضه بيدي له الحريه هو حاطط الجول اللي حطه كان في ناحيه ده هدف كان ناحيه الشمال صح بص يا كابتن جون كريم ندفد بدا الكوره من نص الملعب من نص ملعب النادي الاهلي فضل مشي بيها لعبها بعد كده راح واخد مكان ناحيه الشمال لما جت لجونيور الارجائي لعبها له بالعرض حطها جون ايوه بص يا كابتن طيب ممكن نرجع بس للجون ورا شويه بص من بص كابتن بدايه الهجمه كريم ندفد قطع الكوره ضغط أيوة على الخصم واخد وقطع أيوة الكوره من ناحيه اليمين او نص الملعب من نص ملعب النادي الاهلي لعب ومشي بيها لعبها لمروان محسن مروان محسن لعبها لارجائي جت لجيرالدو لعبها بالعرض حصلت 1-2 لاجايه حطها تاني لندفد يعني يا كابتن نفس الجول دوت اللي عمله من تحت ندفد هو بدايه الهجمه من عنده مروان محسن الجول اللي جابه برضه هو اللي عمله كان ناحيه الشمال وحطها لمعلول وجه اهو يا كابتن بص اهو حطها لمعلول
هو راح فين بقى؟ شوف راح بيجري فين. هو اللي هيجيب الجول. فحضرتك بتتكلم على ان مستر مارتن لاسارتي عمل حاجه جديده في النادي الاهلي، وعمل حاجه جديده في اللعيبه اللي يكونوا موجودين، انك ممكن تبدا الهجمه وممكن انت اللي تفنشها. ايوه وتابع. يعني يا كابتن عشان نوضح للساده المشاهدين، كوره جو هدف كريم ندفت وهدف مروان محسن نفس الطريقه، نفس الطريقه، ان كريم ندفت ناحيه اليمين بدا الهجمه، ختم الهجمه ناحيه الشمال وجاب فيها هدف. أيوة. مروان محسن بدا الهجمه مع علي معلول وعمل 1 2 ولعبها لاجاييه، وهو اللي جاب الجول. جاب الجول من ناحيه اليمين، هو اللي جاب الجول. كمان في رؤيه للعيبه. يعني الكره اللي راحت لمروان، مين فوتها؟ اجاييه. يعني هو لعبها، هو اللي عمل جونين، جول لكريم ندفد وعمل الجول لمروان محسن بنفس الطريقه نفس الفكر، لانه كاشف الملعب والكره جايه له، شايف ان مروان محسن بيتحرك وراه ففوتها. ومروان محسن راح حطها. رايك في اجاييه يا كابتن عامر؟ ده يعني انا مش عايز اقول اللي هو، يعني احنا ممكن نقول صفقه الاهلي الجديده اللي كانت في شهر يناير بعد الاصابه الطويله اللي تعرض ليها، رجع من جديد ورجع بمستوى احسن من المستوى اللي كان موجود عليه قبل كده. اجاييه من اللعيبه اللي بيربط الخطوط ببعضيها، وبعدين محطه في 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 نص الملعب او في الثلث الهجومي، جامده جدا. من اسباب تاخر مستوى النادي الاهلي اصابه اجاييه. كمان انا عاوز اقول جيرالدو من اللعيبه اللي جايه، لعيب كويس جدا. انا لعبت مع النادي الاهلي ماتش ودي لما كنت ماسك جمهوريه شبين، شفته عن قرب، لعيب جامد جدا جدا جدا. لعيب جاي كمان، مستواه جاي من الافارقه، بياخدوا وقت على بال ما يندمجوا في، لكن هو ده اندمج بسرعه، واعتقد ان هو جايب هدفين او ثلاثه لغايه دلوقتي من ساعه ما لعب. كابتن عامر، عايز والله حضرتك تجد دكه مدراء النادي الاهلي امبارح كان دك عليها اسماء تقيله جدا، وده النادي الاهلي او الجمهور، مش يعني جمهور النادي الاهلي، هو ده الطبيعي ان يكون عندنا دكه و11 لاعب موجودين ولاعيبه بره ال 18 خالص يكونوا كلهم على نفس المستوى، واي لاعب يكون موجود يؤدي بنفس الاداء الجيد. هل حضرتك شايف النادي الاهلي وصل للمرحله ان هو خلاص يقدر بشكل قوي مع التعاقدات، مع الاصابات اللي رجعت، مع مستوى اللعيبه اللي بقوا كلهم شبه بعض، النادي الاهلي قادر بقى ان هو ينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها، وان هو ما يخافش من شبح الاصابات او شبح هبوط المستوى الفني بعض الاوقات؟ بص، هو هو هو, هو كل اللعيبه مش شبه بعض، هو كل اللعيبه في تفاوت في المستوى، لكن في اطار عام هم بيشتغلوا فيه. مين ينزل لو بيشتغل في الاطار العام بس فبيأدي فيه بصوره جيده جدا. يعني احنا كان قبل المباراه دي كان في موجود حسين الشحات، موجود صح، رمضان صبحي كان موجود صح، النهارده حسين الشحات ورمضان صبحي بره، قاعدين بره. مين لعب مكانهم؟ في جيرالدو، في طبعا احنا بنتكلم على دكه مدراء الماتش اللي في ماتش بتروجيت، كان احمد فتحي، كان حسين الشحات، كان رمضان صبحي ما كانش موجود، كان وليد ازارو نزل. وليد ازارو ما انا عايز اقول لك، بس على دكه شهر ابريل هيشهد ضغط مباريات شديد جدا، ومن فضل الله على النادي الاهلي بيقدر من كبوته يقدر يقوم تاني. يعني انا كنت سامع المدرب ان في التمرين كان في فوق ال 26 لعيب بيتمرنوا، يعني اذا كل الاصابات يعني ما فيش غير عندنا اصابه جديده، هي حمدي فتحي ووليد سليمان وعندنا شريف اكرامي في حد ثالث، لكن اغلب اللعيبه موجوده دلوقتي. في شهر ابريل هيبقى في ضغط في المباريات، عشان خاطر احنا بعد كده هنلعب بطوله، هيبقى في اعداد للمنتخب، وهيبقى في ارتباطات دوليه واعداد للمنتخب. قبل ابريل بقى كابتن عامر، عايز اخد راي حضرتك، احنا عندنا دلوقتي قبل شهر ابريل عندنا لقاءين في بطوله الدوري، خلصنا واحد مباراه بتروجيت، وعندنا لقاءين في بطوله افريقيا. مباراه الزمالك هل هتكون حاسمه بنسبه كبيره جدا جدا في شكل وتتويج بطل الدوري للموسم الحالي، ولا مباراة زي أي مباراة موجودة في بطولة الدوري بثلاث نقاط، ولا ضغط الأهلي على الزمالك بيعملوا بعض التوتر، بيعملوا بعض يعني
بعض المخاوف اللي ممكن تكون موجوده عنده. كمان النادي الزمالك بيلعب في بطوله افريقيا وعنده بطوله مهمه. وده حاصل فعلا. هل ده كابتن فعلا حقيقي؟ اه ده حاصل فعلا. انت من ساعه ما النادي الاهلي اداؤه بقى فيه رقي، بقى فيه اصرار على المكسب، وده بان كمان في ماتش الجونه. انت مغلوب 1-0 وتتعادل وتكسب في اخر دقايق، ده في اصرار على ان اللعيبه عاوزه تاخد الدوري، وده ادى جرس انذار لخصمك او للمنافس ليك في ان هو بقى رجليه بتخبط في بعضيها. ودي في حد ذاتها معروفه من زمان. احنا وانا بلعب كان الزمالك في سنه من السنين كان 13 بونت، سابقنا ب 13 بونت وخدنا الدوري. ليه عندنا يعني حصلت قبل كده؟ الناس الجمهور اكيد لازم يكون عارف ان حصلت قبل كده تاخر النادي الاهلي بعدد من النقاط، والنادي الاهلي دايما بيرجع وبيتفوق وبيتقدم كمان في فرق النقاط. الجمهور ما يقلقش، النادي الاهلي بيقدر يقوم تاني. يعني اللي حصل في النادي الاهلي ان كان في تغيير دم، وكان حصل اصابات كتير، كل ده برجل. كنت كل ماتش بيحصل لك عندك اصابتين وثلاثه، فكل ماتش بيبقى فيه خمسه سته غير الخمسه سته اللي كانوا قبل الماتش اللي قبليه. ما كانش فيه حته الانسجام والربط والتفاهم في الملعب، ما كانش موجود. لانك انت طبعا لازم حتى لو انت بتعمل روتيشن، ما بتعملش روتيشن في سبعه ثمانيه، انت بتعمل روتيشن في اثنين ثلاثه بالكتير خالص، عشان برضو تواجه عقبه الاجهاد وضغط المباريات. فانت بتعمل روتيشن في اثنين في ثلاثه عشان ما تفقدش الانسجام، وما تفقدش التوافق والربط بين اللعيبه في الملعب، والانسجام اللي هو حاصل دلوقتي واللي بنكمله بنسبه 70% في ماتش بتروجيت. وانا بقول لك ان احنا كملناه بنسبه 70% في ماتش بتروجيت، لان كان فيه في وقت من الاوقات. يعني احنا بدانا المباراه زي ما بنبدا كل مباراه، التلت ساعه الاولانيه ما اللعيبه ما بتهمتش، اللعيبه بتتحرك، اللعيبه في شعله نشاط في الملعب، شعله نشاط وشايفين بعض وحاسين ببعض، حتى كل واحد حاسس بزميله بيجري ازاي، بيحطها له من غير ما يبص له. بقى في وقت الالتقاط الانفاس ان احنا بنستحوذ، لكن ما بنروحش عشان ناخد نفسنا ونرجع نسرع الريتم تاني. وده حصل. انت حاطط جول في الدقيقه 8، وجول في الدقيقه 31، وجول في الدقيقه 69، وجول في الدقيقه 75. طيب ده كابتن بيدل على ان طبعا غير اللياقه البدنيه العاليه اللي موجوده عند النادي الاهلي، اكيد بيدل على ان في يعني عوامل كتيره جدا ايجابيه موجوده داخل الملعب. وايضا النادي الاهلي ما بيكتفيش فقط بهدف، النادي الاهلي بيجيب هدف واثنين وثلاثه واربعه، واي فرصه موجوده قدام النادي الاهلي بيستغلها وبيجيب منها اهداف. لكن عايز اعرف راي حضرتك في مباراه افريقيا، وتقول لي ايه اللي ممكن كابتن عامر يتوقعه في مباراه فيتا كلوب ومباراه شبيبه الثوره سريعا، وايه المخاوف اللي ممكن النادي الاهلي يقابلها في الكونغو على ملعب فيتا كلوب؟ والله هو يعني انا مش عارف الملعب هيبقى هناك شكله ايه، لكن اعتقد ان دلوقتي افريقيا كلها بقت ملاعبها كويسه. احنا محتاجين في الـ ان احنا يعني الماتش بتاع فيتا كلوب دوت، احنا يعني لو ربنا كرمنا وكسبنا هيبقى خلاص رسمي تصعد اول مجموعه او الدرون، بحيث ان احنا جايانا شبيبه الثوره ان شاء الله. يعني اعتقد ان احنا كمان عندنا البدائل الكويسه، عندنا ناس رجعت، وليد ازارو رجع تاني، احمد فتحي برضو رجع الحمد لله، وعمرو السلي هيرجع ان شاء الله، مسافر يعني معاهم، موجود في القائمه 21 موجود. طب تمام، يعني عندنا دلوقتي هيبقى عندنا تيم كويس، عندنا دكه كويسه، وده مهم جدا. يعني انت بتتكلم مين كان قاعد بره في الماتش بتاع بتروجيت؟ يعني رامي ربيعه واحمد فتحي وليد ازارو واحمد، احنا قلنا احمد كلهم فتحي وحسين الشحات، كلهم لعيبه اساسيه، كلهم لعيبه اساسيه. رمضان صبحي كمان، وده الكلام اللي انا بقول لك عليه في اول الحلقه، لما قلت لك الراجل ده ما بيعتمدش على نجم، النجم عنده هو النادي الاهلي. احنا النادي الاهلي مش رمضان صبحي هو اللي جاب الهدف، مش رمضان صبحي هو اللي كسب، النادي الاهلي هو اللي كسب. فمش معتمد على هو بيعتمد على اللي ينفذ له فكره في الملعب، معتمد على اللي بيشتغل في الاطار العام اللي هو حاطه. وده احنا شايفينه وشفناه بشكل
كبير، وانا اعتقد ان الفتره اللي جايه هتشوفه بنسبه اكبر من بتروجيت، لان اللعيبه يعني حست ان هي لما بتجتهد، حست ان هي لما بتنفذ كلام المدرب وتعليمات المدرب ان هي بتنتج، فهتزود. كون بقى ان مين يلعب ومين بره، التنافس دوت كان ايامنا زمان كنا 30 لعيب، كان بس الواحد يبقى بيتمنى يخش 16، كان ايامنا 16 مش 18 طبعا مش 18، ولما يخش 16 ويبقى احتياطي بره يتمنى بس ينزل 5 دقايق عشان يحط رجله ما يطلعش. كان في تنافس شريف بين طبعا بين كتر اللعيبه الكتيره الكويسه، ده اولا هيرفع من مستوى الاداء، يرفع من مستوى اللعيبه، وفي صالح النادي الاهلي. ان النهارده حسين الشحات لما في الماتشات اللي فاتت الفرصه اللي كان بيضيعها لما هينزل بعد كده مش هيضيع فرصه عشان ما يطلعش من الملعب. صح. رمضان صبحي نفس الشيء. صح. هو هيعمل كده. فدي امور المدرب ده مش خفيف، مدرب تقيل رزين وتقيل، وعارف هو بيعمل ايه. وانا سمعت له كم حديث بعد المباريات، فعلا مدرب من المدربين الكويسين جدا. كابتن عامر استمتعت بحضرتك، شرفتني ونورتني. الله. ويعني فعلا حلقه يعني فيها كلام فني مهم جدا. نتمنى بقى التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى التوفيق لحضرتك، واكيد هتشرفنا وتنورنا تاني في بيتك في قناه النادي الاهلي يا كابتن عامر. ان شاء الله. انا سعيد ان انا معاك يا عمر، وسعيد ان انا في بيتي، يعني قناه النادي الاهلي دي قناتنا طبعا، واحنا وبيتك. طبعا بيتي يعني. كنا مع حضراتكم في فقرة الحوارية الأولى مع الخلوق نجم النادي الأهلي الكابتن محمد عامر. خلصنا الكلام مع الكابتن محمد عامر، هنروح لفاصل وبعديها مع الكاتب الصحفي الأستاذ سعيد وهبة مع الزميل العزيز أمير هشام، ولكن بعد الفاصل.